فسألتها للزهراء أن جهاد المرأة حسن التبعل، يعني حينما تكون علاقات المرأة مع زوجها علاقات حسنة طيبة، أحيانا يصير بين الزوج والزوجة خلاف، خمول مرأة حورية والرجل ملائكة بشر مثل بعض، يصير خلافات، لكن المرأة تتنازل عن حقها للحفاظ على علاقاتها الزوجية مع زوجها. فاطمة الزهراء ترضى عنها، لكن إذا تشدد في المسألة وتوصل القضية إلى الصراع والنزاع، فاطمة الزهراء لا ترضى عنها، وإذا لم ترضى الزهراء عنها فإن الله لا يرضى عنها، الله ما يرضى عنها. وكذلك الرجل في تعامله مع المرأة، إذا تعامل معها بكرام، يعني رب العالمين حينما اختار لك زوجتك أراد منك أن تحافظ على كرامتها، هذا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن تكرمهن